هل هو ابن إريم كايا؟ بعد التحدث مع زينب يتصل أليهان بها لكنه لا يتمكن من الوصول إليها. يدعو يلدز. عندما لا تتمكن الفتاة من الوصول إلى والدتها تشعر بالذعر. في هذه الأثناء بينما تجبر زينب دوندار على البقاء معا، تحاول الفتاة ثنيه عن طريق الجمال. تمكنت زينب من تهدئة دوندار وإرساله إلى الغرفة المجاورة لتلك الليلة. أليهان يذهب إلى منزل زينب. عندما لا يفتح الباب لكنه يسمع صوتا من الداخل، يكسر أمير الباب ويدخل. أليهان يتصل بخالد ويشرح له الوضع. يتحدث والد دوندار مع السيد يوشار ويطلب منه العثور على ابنه دون الذهاب إلى الشرطة. يبحث الرجل في عدة أماكن وينطلق مع أليهان. السيد يوشار يغضب على ابنه ويضربه. يعد بإنقاذ زينب وإلغاء حفل الزفاف ووضع ابنه في العيادة. يعيدون الفتاة إلى منزل أحبائها ويهدئونها. تم بيع منزل أسمان هانم. يعطي المال لمصطفى. يقول الرجل أنه سيذهب. أسمان يلتقي زيرين. تناولوا العشاء مع أليهان وزينب. لديهم وجبة متوترة. أليهان يضع حجره الانفرادي على زينب. كما اشتبهت كايا تولين، بدأت في النظر إلى زواج هالت وإندر وتفحصه. ينزعج إندر من مغادرة تولين غرفة كايا ويريد التحدث إلى خالد وطرده. ولكن هذا غير مقبول. عند سماع ذلك، لا يستطيع يلدز الانتظار لمقابلة تولين. يحاول إخراج الكلمات من فم المرأة. تطلب كايا من هالت الإذن باصطحاب إيريم إلى حفلة موسيقية. يذهبون إلى الحفلات الموسيقية معاً ويقضون وقتاً ممتعاً. تحكي كايا لصديقتها أرهان شكوكها. قال يلدز في الحفلة التي ذهبوا إليها في المساء، يريد أن يصنع السلام بين كايا وزهرة، لكن لا أحد منهما مهتم. يبدأ كانر وزهرة في قضاء وقت ممتع. تعلم إليف أن زينب وأليهان قد عقد السلام. كلتا المرأتين تكرهان بعضهما البعض لكن لا تظهران ذلك. زينب تخبر أليهان أنها لا تحب إليف. أليهان لا يأخذ الأمر على محمل الجد. ترسل أليف هدية للمرأة كدليل على حسن النية. ليلى وابن والدتها يلتقيان وجها لوجه. ثم يذهب إلى زينب ويطلب منها التحدث مع أليهان وترتيب العشاء معا. الوجبة متوترة بعض الشيء. بعد الاطلاع على الأخبار، يذهب كايا إلى أندر ويسأله عن موقفه العدائي وما يخفيه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهو يخبرها أنه لا يزال يحبها. الاثنان لديهما مواجهة. يقول الرجل إنه سيحاول العثور على ما خفي عنه. يذهب إلى أندر كايا. يغضب بشدة عندما يلمح إلى ابنه. أخيراً سكبت كايا الفاصوليا وتسأل. يقول إيريم ابني، أليس كذلك؟ سيجري اختبار الحمض النووي. قل الحقيقة. بينما يخبر إندر الرجل أنه يكرهه، تسحب كايا المرأة إليه وتقبله. دوندر وزينب يتزوجان. تداعيات هروب زينب من حفل الزفاف تتردد على كل الجبهات. الجميع يدرك ويتفاعل بشكل مختلف. عائلتها قلقة على زينب لأن دوندار يلاحقها. بعد التجول لفترة من الوقت، تعود زينب إلى المنزل. إنه خائف من تولين الذي يعرف علاقته بإندر كايا. تشارك كايا هذه المشكلة مع صديق يعرف تلك الأوقات. يعتقد أن صديقه إندر يخفي شيئاً ما. في اليوم التالي، يبدأ يلدز بجمع المعلومات في الشركة. تذهب زينب للتحدث مع دوندار وتطلب منه المغفرة، لكن الصبي لا يقبل. أمير وكانر يذهبان أيضاً لرؤية دوندار. زينب التي تذهب إلى هالت تلتقي بوالد دوندار وتسمع بعض الكلمات. تريد زيرين تقديم ابنتها لابن أحد الأصدقاء. تقبل الفتاة رغم أنها لا تريد ذلك. يذهب مصطفى إلى هالت ويطلب المزيد من المال. هالت ليس على استعداد للعطاء. هذه المرة يذهب مصطفى إلى القصر لرؤية يلز. يتحدث الأب وابنته، وبعد ذلك يطلب الرجل من ابنته المال. يلز تخبر والدتها بما حدث.
يتردد أسمان ويفكر أنه يجب أن يخبر الأم زينب أن مصطفى لم يمت. لا يمكنهم التحدث لأن الناس يأتون دائماً. يذهب مصطفى أيضاً إلى أسمان ويطلب المال. يأتي أليهان إلى الشركة ويقاطع محادثته مع كايا قائلاً إنهما كانا متزوجين. عندما لا يستطيع هاليت الحضور إلى عشاء العمل، يتعين على كايا وإندر الذهاب. يشعر إندر بالغيرة عندما تضرب كايا المرأة الجالسة على الطاولة. يخبر كانر أخته أن التوتر بينهما يجذب الانتباه. تخبر تولين كايا أن إندر ربما حملت منها وأعطت الطفل لخالد، ويقول توقيته هو الصحيح. دوندار يصطحب زينب من أمام الشركة بالسيارة، ثم يأخذ هاتف الفتاة ويطفئه ولا يعيده. يصرخ على الفتاة ويحبسها في مكان ما على الجبل. في هذه الأثناء يدخل رجل المنزل ويهدد أسمان بمسدس. يقوم بإجراء مكالمات فيديو ويتحدث مع والدته التي تحمل مسدساً إلى رأسها. كما اتصل بأليهان وأخبره أنه لا يستطيع الحضور متذرعاً بمرض والدته. ينتظر دوندار أن تكون زينب عروسه في غرفة نومه المليئة بالورود. يلبس الفتاة البندلية وينظم ليلة الحناء. تأخذ زينب مسدس دون دار وتهدد بإطلاق النار على نفسها، لكنه استسلم بعد ذلك لأنه قال إنه سيقتل أحباءه. زينب ترتدي فستان الزفاف ويتزوجان أمام موظف الزفاف الحقيقي. يصر دوندار على أن يصبح زوجاً وزوجة. الرئيس التنفيذي الجديد للشركة كايا قادم. إندر غاضب لأنه وقع في فخ يلدز. هالت الذي يرى زوجته تدخل الفندق من الكاميرا يعود إلى المنزل ويسأل يلدز أين ذهبت. وبطبيعة الحال عدت النجمة غلافاً لنفسها. الزهراء سيئة للغاية. كمال يقنع زهرة بأن تؤمن بنفسه، يحاول إقناعها بالعفو عنه. يعتقد الجميع أن كمال يحاول إقناعه بسبب نفاد المال. الزوجان يبقعان بروتوكول الطلاق. قرر أليهان السفر إلى الخارج، شارك هذا مع هاكان. يرى أليهان صديقته القديمة إليف في الحانة التي يذهب إليها. هم يتحادثون. عندما يخرج دوندار وزيم، ينضم أليهان وإليف وهاكان أيضاً. زينب تغار من إليف. يوافق إندر على بقاء كانر مع أليهان، لكنه يريده أن ينتقل للعيش معها. يأتي إندر لحضور عشاء عمل هالت. أفكاره موضع تقدير من قبل جميع الحاضرين في العشاء. لا يستطيع إريم التكيف مع مدرسته في الخارج. يتصل بوالدته ويخبرها أنه يريد العودة. يخبر أن